السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كل شيء يكون بخير. بغيت نخدم معكم، بغيت نوري لكم المرمى. المرمى فيها بزاف الطرق. المرمى كاين المرمى ديال الرباطي، هذيك الدائره، وهذه المرمى ديال العقيق. المرمى ها انتم شوفوا، ها هي المرمى، هذه هي المرمى، كنقولوا لها المرمى ديال العقيق. الطرف ديال الخشبه فيه 20 سنتيم، فيه 50 سنتيم في الطول، وفي العرض 20 سنتيم. كنجيبو هاد الكراوات، كنشريوهم عند الدروغلي. هاد الكرو هانتوما شوفو كي مجرح، فيه هاد الشريطات هنا فاش كيدخلنا الخيط. وعندنا هادو، هاد ديال البيزا ديال القفل، الخرصات ديال القفل. عندنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا، كل جهه فيها ثلاثة، وحده جوج ثلاثة، وهاد الجهة الأخرى عاوتاني فيها واحد جوج، وهاد الثالثة شفتو. وعندنا كرو هنا والكرو هنا. هاد الكرو هو فاش كيندار فيه الخيط. هانتوما شوفوا، ركزوا معايا، كندير الخيط، ها كنلويه، ها كنلويه مزيان، شفتو ها الخيط باش ما كيتحلش. وكنجيب الخيط، شوفوا الخيط، وغنديرو في هاد البلاصة اللي محفرة، شفتوها، ونلاقيها مع الجهة الأخرى. شوفوا الخيط كيف غادي معايا، ها شفتو، ها وعاود تاني نلويه هنايا، ها نعاود نلويه جوج لويات. ولا كان الخيط هشيش ضعيف كنعاود عليه، ها شوفوا كنعاود على الخيط. هانتوما الخيط إلا كان رقيق كيتقطع في ساعة، عاودو عليه، ها هو دا. شوفوا كيف غادي نعاود عليه، ونحط في نفس البلاصه فين راني حاطه، ونلوي هنايا باش يتثبت، ونعاود تاني نعاود خيط اخر. ها نتوما شوفوا، هذا كان كحز واحد، كان حسب واحد ثلاثه دل هاد الجرحات، ونعاود تاني ندير خيط اخر، ونمشي حتى البلاصه فين كيدخل القفل، ها ونعاود تاني نعاود عليه مره. كندير غنديرو جوج خيوط، ها هو، ها عاود تاني نجي وندير الخيط هنا، ها هانتوما شوف، عندي ها خيط واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، تسمى كاينة خمسة د الخيوط، ولكن عندي خمسة د الخيوط، ولكن أنا غادي ندير غير ربعة د العقيقات، فهمتو؟ علاش؟ لأن وحدة هاهي، هانتوما غادي تشوفو معايا، ها جوج، ها ثلاثة، هاربة. شوفوا كيف غادي ندير الخدمة، ها ونخشيه من التحت، وكل خيط غادي يكون لي في عقيقة، ها بحال دابا هاد، ها خيط غادي تكون معاها عقيقة، والخيط الاخر غتكون معاها عقيقة، والخيط الاخر غتكون معاها عقيقة، والخيط الاخر غتكون معاها عقيقة. ها هي خمسة د الخيوط رجعت ليا في ربعة د العقيقات. وكنجر هكا الخيط، ها وكنجرها، شوفوا كيف كندير، هاو شوفوا كيف رجعت، شفتو. عاود تاني غادي ندير ربعة د العقيقات، ها واحد هاني دابا درت هاد البلاصة كحلة باش يبان ليكم، حيت البيض الخيط بيض ما كيبانش. ها انتوما شوفوا عاوتاني، كل عقيقه كتكون ما بينها وبين الخيط، ها ها واحد، ها الثاني، ها الثالثه، ها الرابعه، شفتو ها كيف كندير. عود معاكم شويه باش تشوفوا كيف كندير، ها ما بين الخيط والخيط كتخشى عقيقه، كندوزو العقيق من التحت، والابره تكون من الفوق، ها ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، كدفعيهم بصبعك، فهمتو. وبغيت نقول لكم قبيلة قلت لكم على الخيط، على الخيط إلا كان هشيش، إلا كان واحد، إلا كان عندكم الخيط قاصح غديرو غير خيط واحد،
انا عندي الخيط شويه حاسه به باللي غيتقطع لي، درته مدوبل فهمتوا. نكمل البياسه ونحطها لكم تشوفوا كيف جات في الكمام ديالها وفي الصدر ديالها. شفتوا؟ ايوا. مع السلامه البنات. غير بشويه، راه حتى شي واحد مازال بشي حاجه، راه كلشي كيتعلم. شوفوا البنات دابا فاش نسالي هاد الطرف كله هكا، غادي نعاود تاني ندير 5 د الخيوط في هاد الجهات الاخرى حتى لهنا، وعاود تاني نخدم بحال هاد الشكل هنايا حتى لهنا. وفاش نكمل هاد 5 د الخيوط نعمرها بهاد العقيق، وهاد 5 د الخيوط بهاد العقيق، كنعاود نلاقيهم بالثلاثيه ديال الراندا. راني غادي نحط لكم في الفيديو تشوفوه، الثلاثيه غادي تلاقى مع هاد الطرف مع هاد الطرف، فهمتوا؟